مشروع المساكن البديلة والآمنة لسكان العشوائيات واحد من أهم المشروعات هنا في مدينة العبور، والتي يجري تنفيذها في هذا التوقيت وعلى وشك الانتهاء. مزيد من التفاصيل عن هذا المشروع القومي الكبير سيكون هذا محور لقائي مع المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور. بنرحب بحضرتك يا فندم، يعني ما تفاصيل هذا المشروع يا فندم الذي نتواجد فيه الآن؟ الأول احنا بنرحب بيكم في مدينة العبور الجديدة، عبور عروس المدن. احنا حاليا موجودين في مشروع الاسكان البديل للمناطق الغير الامنه والعشوائيات، بننفذ هنا 134 عماره. ال 134 عماره عباره عن ارضي وخمس ادوار متكرره بشوي وحدات سكنيه تتراوح المساحه بتاعتها من 90 متر 95 متر الى 110 متر. التكلفه الاجماليه للعمارات اللي بننفذها في حدود المليار و400 مليون جنيه. الحمد لله احنا انتهينا تقريبا من تنفيذ 40 عماره جاهزة دلوقتي باللاندسكيب والطرق والخدمات والمرافق الخاصة بها شاملة الغاز والتلفونات والاتصالات والمياه والصرف طبعا والكهرباء. اللاندسكيب زي ما انت شايف كده انتهينا برضو لل 40 عمارة، منهم ال 40 عمارة اللي بيتكونوا تقريبا من 4171 وحدة سكنية تقريبا، منهم 475 وحدة إدارية بالأنشطة الإدارية المتنوعة، وهي حوالي 430 محل يخدموا على العمارات الموجودة. واحنا بننفذ المشروع كان لازم نراعي الخدمات المطلوبه للمشروع ده، اللي كان منها مدرستين، واحده 66 فصل والثانيه 33 فصل. خلصنا وانتهينا الحمد لله من المركز الطبي الخاص بالمشروع، انتهينا من عدد 2 مخبز، وحاليا من المسجد الخاص بالمنطقه جاري بناؤه، وانتهينا كذلك من الحضانه. المشروع ان شاء الله احنا متوقع ان احنا ننتهي القريب العاجل من باقي المشروع. بالنسبه للمشروع ده احنا بننفذ جنبه عمليه جديده لسه بتتنفذ في اول مره في مصر، اللي هي الغلق الامن للمقالب العموميه. في عندنا مقلب بجوارنا كده على مساحه تقريبا 65 فدان، بنعمل له غلق آمن، ونحاول نستفيد من الانبعاثات الحرارية الناتجة عن الميثان أو الغازات الدفينة الموجودة في المقلب. وإن شاء الله يعني إحنا وصلنا لنسبة إنجاز فيه في حدود الـ 65% تقريبا من نسبة التنفيذ. ماذا عن مواصفات هذا المشروع التي يتم العمل به؟ الإسكان. المواصفات الخاصة بهذا المشروع يا فندم، الوحدات السكنية. احنا هنا بننفذ طبعا تشطيب عالي جدا بناء على توجيهات القياده السياسيه ووزاره الاسكان، بان احنا نهتم جدا بنوعيه التشطيب ونوعيه الخدمات المقدمه للمواطنين. وانت ما انت شايف سيادتك الوزاره لم تبخل بمكونات التشطيب القيمه والفخمه للمشروع. بننفذ طبعا اللاندسكيب زي ما انت شايف كده عباره عن مسطحات خضراء، حاولنا ان احنا نكتر المسطحات الخضراء تدي نوع من البهجه والشعور الجيد للمواطنين اللي ان شاء الله اللي هيجوا من المناطق غير امن او العشوائيات يجوا يقعدوا في العمارات ديت، بحيث يبقى هو مش محتاج يخرج يجيب اي خدمه من المشروع من الخارج، وفرنا له كل خدماته اللي هو محتاجها كلها داخل المشروع. ماذا عن المناطق الترفيهيه والانشطه الرياضيه التي من المفترض ايضا ان تكون جزء مهم من حياه من يعيش هنا في هذا المكان؟ ان شاء الله احنا حاليا بنخطط ان احنا نعمل له ملعب خماسي، وفي عندنا هنا برضو منطقه خدمات ان شاء الله احنا نتوقع ان احنا نبدا نطرحها كعمل مول تجاري كبير يخدم على المنطقه ويوفر الانشطه التجاريه والترفيهيه لسكان المنطقه. انا بس حابب انوه ان احنا كجهاز مدينه العبور احنا مش شغالين هنا بس، احنا شغالين لاهل المدينه، اهل العبور، بنعمل لهم خدمات كتير جدا داخل المدينه اللي على راسها واهمها طبعا احنا بننفذ مشروع مستشفى 220 سرير في حدود 230 مليون جنيه قيمه امر الاسناد الخاص بيه، وحاليا وصلنا لنسبه انجاز فيه حوالي 10%، ومتوقع ان شاء الله على بدايات العام القادم نكون انتهينا من المشروع على مساحه 5 فدان، وده هيوفر خدمه طبيه مطلوبه وبشده لاهالي مدينه العبور ان شاء الله. بننفذ لهم عدد 2 هايبر كبير، انتهينا من واحد وان شاء الله جاري الطرح للتشغيل العرض على الساده المستثمرين، والثاني بالمشاركه باحد الشركات العالميه في مجال الهايبر ان شاء الله، متوقع ان ننتهي منه في شهر 8 القادم. بننتهي ان شاء الله في خلال شهر 6 الجاي من الموقف الاقليمي الرئيسي في مدينه العبور ان شاء الله، متوقع ان نكون انتهينا منه وسلمناه لجهه التشغيل الخاصه بيه. عندنا برضو في منشاه رياضيه كبيره جدا ان شاء الله، متوقع ان ننتهي منه
اتمنى ان شاء الله في خلال شهرين او ثلاثة اقصى حاجة يكون انتهينا من المنشأة. على مستوى الطرق والخدمات لتحسين جودة الحياة لأهالي العبور، احنا حاليا بنعمل بروتوكول مع الغاز، شركة الغاز، ان احنا نوفر خدمة الغاز بالحي التاسع منطقة ترفيهية ان شاء الله، ومتوقع ان ننتهي من البروتوكول ده في خلال شهر ممكن، وبعد كده نبدأ ان شاء الله نطرح اعمال رفع الكفاءة. عندنا برضو على مستوى تحسين الطرق وتمهيدها للقاطنين بالمدينة، احنا حاليا بنطرح اعمال رفع الكفاءة لطرق الحي الخامس والحي الرابع، ودي محور حيين مهمين جدا من المدينة ولهم كثافة سكانية عالية، وكان لازم نخش بقوة ان احنا نمهد الطرق ونرصفها ونحسن من ادائها. بننفذ حاليا اعمال رفع كفاءة في الحي السابع، بننفذ حاليا اعمال رفع كفاءة للطرق برضو في الحي السادس، وطرحنا مش معنى ان احنا بنشتغل بس المنطقة السكنية نحن نهمل المناطق الصناعية عندنا، بالعكس دي هي واجهة المدينة، واجهة الاستثمار، وبالتالي احنا نسقنا وخدنا الموافقات الحمد لله ان احنا نطرح عم نطرح كفاءة للطرق الداخلية والخارجية للمنطقة الصناعية ب وجيم، وان شاء الله بنفكر ان احنا نعمل المؤسسات اللازمة للمنطقة الصناعية الف لتحسين الخدمات المقدمة للسادة المستثمرين بمدينة العبور، وتشجيعهم على زيارة استثمارات وضخها داخل المدينة ان شاء الله. شكرا جزيلا المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور. اذا هذه تفاصيل المشروعات التي يتم تنفيذها الان هنا في مدينة العبور، والعودة اليكم مجددا في الاستوديو.